باش تفهموا اللي هو كمال الطيف عنصر فعال وعنصر خطير جدا وعنصر من العناصر الذين يقفون وراء الاغتيالات والإرهاب في تونس. اليوم 5 أكتوبر 2019 عملت طلع على قناة 9 في اليوتيوب ودورت هيك على الانترنت برشا حتى في فيسبوك. اليوم 5 أكتوبر 2019 اكتشفت بأن الحلقة اللي مع سمير الوافي اللي تحدث فيها سمارة اللي تحدث فيها سمارة عن كمال طيف، الفيديو انتهى مفماش، نحوه بح، يخافوا سنخاف. كمال طيف إنسان مجرم كبير، إنسان يدعم الاغتيالات في تونس، إنسان يدعم المافيا ومتخبي ورا ستار. قناة 9 اعتذرت له، وشوفوا معايا التصويرة بعد هذا الفيديو وتعرفوا معناها مكتوب كامل، قرار كامل هبطته قناة 9 واعتذرت الكامل طيف بطريقة أو بطريقة أخرى تنجم تفهمها تنجم متفهمهاش. لكن كمال طيف عنصر خطير وخطير جدا، وهذا سمارة بالحق برافو ليه، لأنه ما فما حتى واحد سياسي تكلم بالدرجة هذه على كمال طيف، لأنه كمال طيف عنصر مش سهل بالكل. شوفوا معي التصوير اللي بعد هذا الفيديو. اقعدوا معايا باش نوريكم المقطع نتاع سمارة اللي كلاشة فيه كمال طيف ومحاتوا قناة 9 من صفحتها الرسمية ومن اليوتيوب ايضا، باش تعرفوا اللي كمال طيف عنصر فعال وعنصر كما قلت لكم خطير وخطير جدا في تونس. باش نوريكم مقطع شاهدوا معايا التالي، لكن المقطع جبته بطريقتي فهمت، لانه حد شيء ما يصعب علينا احنا كتوانسة شرفاء احرار. شاهدوا معايا التالي. تحياتي. فرز منظومة كمال الطيف من 86 هي تصنع في السياسات تحكم في الدولة باش تستمر في تبعية للاستعمار الخارجي والمافيات الأجنبية. بعد ما هزتها ونفضتها الثورة حبت تلقى حلول بجميع الأشكال، وصلت للباجي الله يرحمه ويغفر له، طلعته وتصدر المشهد، صنعت اغتيالات في البلاد. كمال الطيف هو من يقف وراء الاغتيالات. خلينا نفركوا الرومان خلناك الكرتوشه في راسي يعني. علاش تتراهنوا علينا عصابه؟ انتم ماكمش حزب، انتم عصابه. لا لا انتم ما احترمتوش الشعب كامل، مش احترمك. علاش مش احترمك؟ على شنو؟ ما نعرفش نبيل القروي انا واش مظهر، ما نعرفش نبيل القروي يكون صمي في المخدرات، ما نعرفش نبيل القروي واش علاقته بفجر ليبيا، ما نعرفش الميليشيات اللي دخلها، ما نعرفهاش، ما نعرفش التمويلات المشبوهه اللي خداها، ما نعرفش تبييض الاموال. بلكش غبية أنا ما نعرف.